وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل يقول: بما أننا في الحجر المنزلي، فهل الأفضل في ليالي رمضان قراءة القرآن، يعني قراءتنا، يعني يقصد القراءة التلاوة العادية من غير صلاة، ولا الأفضل أن احنا نقرأ القرآن في صلاة القيام بحيث نختم القرآن كامل خلال الشهر في صلاة القيام؟ لا شك أن الأفضل هو أن يقرأ الإنسان القرآن في القيام، ويجمع له بذلك ختمة في القيام مع ختمات الأخرى التي في التلاوة. وإذا استطاع أن يصلي ب13 ركعة، فيقرأ في كل ركعة وجهين من القرآن، يستطيع أن في كل يوم يقرأ جزء، ويختم على مدار الشهر بكل يسر وهدوء. ويأتي في العشر الأواخر يقسم الجزء على التراويح وعلى التهجد في الليل، يقرأ هنا حزبا، ويقرأ في يعني 10 أوجه، ويقرأ في التهجد 10 أوجه. فبذلك يختم بكل يسر وهدوء، وتكتب له ختمة من القرآن أداها في صلاة التراويح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة، وفي رواية: من قام في ليلة. قال أهل العلم المقصود بها قام يعني في الصلاة، ب10 آيات لم يكتب الغافلين، ب100 آية كتب من القانتين، ب1000 آية كتب من المقنطرين. وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدارس جبريل القرآن في الليل، ولقول ربنا عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، يعني القراءة في الليل تواطئ القلب للسكون والهدوء إلى غير ذلك، ففضائلها كثيرة. فيجعل له ختمة في تراويحه، بما أننا نحن في البيت والحمد لله، فيشغل الليل بما ينفع، ويجمع أهله على ذلك، ومن تعب يجلس على الكرسي، حتى هو إن تعب أيضا يجوز له أن يجلس على الكرسي وأن يصلي بأهل بيته وبأسرته، ولا حرج في ذلك. ونتذكر حديث عن أبي هريرة موقوفا، قال رضي الله عنه وأرضاه: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ليتسع على أهله، وتحضر ملائكته، وتذهب شياطينه، ويزيد خيرهم. وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن لا يضيق على أهله، وتحضر شياطينه، وتذهب ملائكته، ويقل خيره. الله يجعل بيوتنا بيوت القرآن وخير وبر وبركة. وحقيقة والله يا أخوان، في هذه الجائحة يعني، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، اكتشف كثير من الناس أن عنده أبناء وما بيعرف يقرأ القرآن. هو نفسه اكتشف أنه ما يعرف يقرأ، حتى هو ما هو عارف يقرأ القرآن. فكانت فرصة حقيقة ليراجع الناس أنفسهم في هذا الكتاب العظيم. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه الآية العظيمة، الآية 30 في سورة الفرقان، تحتاج منا أن نقف عندها وقفة. قيل: هجر تلاوة، وهجر تدبر، وهجر عمل، وهجر علم، وهجر تعلم. فهذا باب عظيم يا إخوان، الله يجزاكم خير ويتقبل منا ومنكم. وإذا كان عندك من أولادك من يستطيع أن يقرأ القرآن، تتناوب أنت وياه التسليمة، هو تسليمة، تسليمتين، وأنت تسليمتين، وهكذا، ويمر الليل بهذه البركة العظيمة. صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه وسلم. تم تحرير صوتيا في ليلة الأحد 16 خلونا من رمضان لعام 41 و400 ألف هجرة النبي عليه الصلاة